اهلا بحضراتكم من جديد. يعني كره اليد في حته تانية، لعيبه كره اليد في حته تانية. يعني بامانه الواحد سعيد بالمستوى بتاع منتخب مصر، لانه يعني حاجه تشرف، وكل العالم بيتكلم عن منتخب مصر وان هو بقى من العظماء اللعبه في العالم في وقت اللعبه اصلا كانت في الثمانينات، يعني بعيده جدا منذ قدوم الدكتور حسن مصطفى وحط اللعبه في حته تانية. بنرحب بنجمنا هداف منتخب مصر في البطوله اللي فاتت، واحد افضل الاجنحه اللي موجوده دلوقتي في مصر وفي النادي الاهلي. برحب بنجمي احمد هشام سيس. اهلا بك يا احمد. اهلا بحضرتك ومتشرف بحضرتك. في البدايه طبعا بقول لك مبروك على الذهب، ده طبعا الاهم، ومبروك ان انت يعني اثبت ان انت لاعب من تراس فريد وان انت هداف منتخب مصر برصيد 19 هدف، مظبوط ولا انا غلطان؟ مظبوط. الف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. طب قول لي يا احمد، يعني يمكن بحب اتكلم دايما عن كواليس البطوله، يعني الماتشات شفناها كلنا وتابعناها على شاشات التلفزيون، ولكن الكواليس، يمكن البطوله كان قبليها بحر قوي المتوسط، وقبل البحر قوي المتوسط كان في معسكر. كلمني كده، انت بالنسبه لك خدت راحه قد ايه بعد الدوري مثلا؟ احنا لما خلصنا السيزون مع النادي الاهلي خدنا راحه يا دوبك اسبوع ونص، وبعد كده دخلنا في معسكر مغلق في المعادي. بدانا بقى المعسكر عشان استعداد لبطوله البحر المتوسط. ربنا ما اكرمش يعني ان احنا ناخد ذهب في بطوله البحر المتوسط، بس كانت فتره اعداد كويسه عشان بطوله افريقيا. نعم. ورجعنا مصر ولعبنا بطوله افريقيا والحمد لله ربنا اكرمنا. طيب انتوا في البطوله يعني وانتوا رجعتوا بقى بالبحر المتوسط وبعد كده خدتوا راحه يوم او اتنين وبعد كده اتجمعتوا تاني عشان بطوله افريقيا. الكلام كان ايه؟ يعني هل انتوا كنتوا حاسين كلعيبه ان احنا هناخد البطوله، ولا كنتوا شايفين ان تونس الجزائر، يعني كنتوا شايفين البطوله ازاي، ولا في ثقه دايما حتى احنا لعيبه كان بيبقى عندنا لا احنا رايحين ناخدها؟ انتوا كنتوا حاسين كده ولا كنتوا حاسين ممكن تلاقي منافسه؟ لا، هو البدايه جت من بحر المتوسط ان احنا كنا كلنا مستغربين، احنا ما ينفعش ان احنا نخسر، وكانت صدمه للعيبه كتيره، او كلنا برضو كانت صدمه لينا ان احنا ما خسرنا بطوله البحر المتوسط. كانت الناس كلها رايحه متاكده ان منتخب مصر هياخد ذهب، فربنا ما اكرمش واخدنا فضه، فده ادانا يعني زي فرصه كده ان احنا نراجع حساباتنا تاني، ان احنا عندنا بطوله في مصر ما ينفعش ان احنا ما نطلعش الا بذهب. تمام. لازم نطلع بذهب، حتى عندنا منتخب تونس منتخب قوي جدا ومنافس فعلا شرس جدا، منتخب الجزائر فرقه كويسه جدا، منتخب المغرب عمل مفاجاه حتى في بطوله افريقيا. نعم. دي نعم. حتى المنتخبات الافريقيه بيبقى فيها لعيبه اصلا كانت بتلعب في فرنسا ومنتخبات فرنسا راس الاخضر يعني. وبيجي لعبوا مع المنتخبات دي. نعم. فطبعا كانت بطوله صعبه وسط الجمهور ده كله، ما كانش ينفع ان احنا نخسر. طب انت من وجهه نظرك يا احمد، احنا ليه خسرنا ماتش اسبانيا في نهائي البحر الابيض المتوسط؟ هي الحقيقه هو طبعا باد لك، يعني احنا كانت اخر كوره بتاعت الدرع كانت المفروض يعني كانت خش فيها ضربه جزاء، كره ضربه الجزاء بتاعته، بس الحكم ما حسبهاش. بس طبعا ده مش السبب الاساسي، هو طبعا ممكن يكون جه من طريقه تعب اللعيبه، ممكن يكون كانت واثقه زياده عن اللزوم ان احنا نكسب. بس طبعا فرقه اسبانيا فرقه محترمه جدا، اسبانيا بتعمل جيل اول وثاني وثالث، ففرقه قويه جدا، كل لعيبتها بتلعب في المانيا في فرنسا في اسبانيا، فمنتخب جامد. طبعا ما كانتش زي ما بيقولوا يعني كانت الصدمه ان انت تخسر قبل بطوله افريقيا، بس الحمد لله قدرنا نصالح الجميع ان احنا نكسب بطوله افريقيا. اكيد. طب قول لي يا احمد، يعني يمكن من النادر او مش من النادر، يعني بتبقى يعني بتبقى مش دايما بتحصل الاجنحه تاخد هدافين او تطلع هداف فرقه الاجنحه يعني، وده بيبقى محتاج تعاون، يعني بتلاقي فرقه لان الجناح بيبقى سيتويشن مهم بيلعب منه في الفاست بريك، لما بيحصل كولابس من الدفاع ويبتدي ياخد هو بوزيشن كويس والكره تروح له ياخد خطوتين ويفتح الزاويه ويلعب على الجون. يعني بترجح ده ليه؟ يعني ليه جالك البطوله دي فرص كتيره ان انت تهدف؟ ايه السبب؟ ايه السر ورا ده؟ هو البدايه طبعا اللعيبه كلها، هو سيستم كابتن باروندو حاطط سيستم اللي هو بيخلق فرصه ان هي الكره تكمل لغايه الاخر، فده بيدي مساحه للوينج ان هو يخش وهو مرتاح، يبقى مثلا الكره تبدا من الباك ليفت تنتهي مثلا لغايه الوينج رايت وهكذا العكس. نعم. فده بيدي مساحه قويه جدا لاي وينج ان هو يبقى كويس يعني. نعم، يعني انت شايف ان ده سيستم وده نظام، والسبب الرئيسي ان الهجمه بتخلص الاخر. يعني دي ناحيه فنيه مهمه جدا، ان انت بتبص ان الهجمه لو وصلت للاخر او اشتغلنا للاخر يبقى اكيد هتوصل للوينج بشكل مريح يقدر يحطه، بس دي حاجه كويسه. طب خليني اسالك سؤال تاني، يعني مستر باروندو بامانه انت اتمرنت مع 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 مدربين كتير وكده، ايه اللي بيميز مستر باروندو؟ ايه اللي احنا ما شفناهوش انتوا كلعيبه حاسين بيه؟ هو الحقيقه المدرب نقل الهاندبول في حته تانيه،
ابتداء من افريقيا 2020 حتى كاس عالم 2021، خلى المنتخب ليه شكل، يعني خلى كل المنتخبات العالم بتعمل حساب للمنتخب المصري. وحته ان يبقى عندنا في المنتخب لعيبه محترفه، فده بيدينا قوه برضو ان احنا نقدر ننافس المنتخبات الكبيره. فهو في سيستم هو حاطه من اول ما جه مصر، هو سيستم ان هو السيستم الاسباني، هو ده السيستم اللي احنا مشينا عليه، واللعيبه كانت الكواليتي بتاعتها تسمح ان هي تمشي على السيستم ده، فقدرنا ان احنا ننافس المنتخبات الكبيره. فهو نقل، انا شايف من وجهه نظري هو نقل الهاندبول في مصر في حته ثانيه يعني. ومصر كلها شايفه الكلام ده. طب احنا ما ينفعش نتكلم عن البطوله ونجاحها فنيا وتنظيميا وكل شيء وما يكونش معانا الكابتن محمد الالفي، طبعا نجم مصر في كره اليد وكمان كان مدير بطوله افريقيا وامم افريقيا. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا بيك يا عيسى، ازيك، اخبارك ايه؟ وحشني جدا يا كابتن محمد وعايزين نشوفك. ان شاء الله اؤمر بس وانا اجي لك على طول. الامر لله، ده انت حضرتك ده مكانك وقناه الاهلي دي يعني قناتك يا كابتن، وتشرفنا في اي وقت. وبقول لك مبروك، تنظيم رائع. بكره بقى ان شاء الله يا رب يا رب نكسب. توقعاتك ايه بكره ان شاء الله يا كابتن؟ والله توقعات عايز اكسب الاهلي يكسب 2-0، بس اعمل ايه مش عارف. يعني عايز ولا توقعات؟ عايز ان شاء الله. لا وان شاء الله باذن الله كلنا ثقه في الفريق، النادي الاهلي دايما في البطولات الكبيره بيكون عند الميعاد باذن الله. طبعا. يلا الحمد لله. كابتن البطوله نجحت نجاح يعني فائق في التنظيم، مش غريب طبعا على حضرتك النجاح والاهتمام بالتفاصيل. كلمني يعني على الصعوبات، يعني انا مش عايز اقول طبعا كل الناس شافت البطوله حلوه ازاي، بس ايه الصعوبات اللي قابلتك او في تنظيم البطوله؟ اتفضل يا كابتن. اولا البطوله كانت المفروض تتعمل في يناير. نعم. المفروض تعمل في المغرب، وبعدين غيروا مكانها، بعدين غيروا مكانها الجزائر والمغرب متخانقين، فقال لك طب خلاص مصر تاخدها. الدكتور اشرف صبحي هو اللي قال ناخدها، فاهم ازاي؟ في 6 اسابيع بس. اولا الصعوبه الاولانيه ان احنا عايزين نظبط كل حاجه في 6 اسابيع. نعم. اول حاجه الصاله الثانيه، الصاله بتاعت الاستاد مشغوله في بطوله العالم للسلاح. نعم. فيبقى انت ما عندكش غير صاله الدكتور حسن مصطفى. طب الصاله الثانيه بقى الاضواء بتاعتها وحشه جدا، الملعب مع كان باسكت باركيه، فشلنا شلنا الباركيه وجبنا عارف انت البساط، جبناه من الاستاد وحطيناه وزودنا الكهرباء. ما اعرفش انت عارف طبعا انت مهندس ازاي كده. طبعا اتفضل يا كابتن. النور مش عارف كام لاكس، 1000 طبعا، هو لازم يبقى 2000 لاكس، فلازم 250 لاكس. لو الجهاز اللي بيقيس الاضاءه دي بيبقى يعني دايما بي بي يعني بيوقع قلوبنا، تقعد تزود في اضاءه وتيجي تقيس تلاقيها اقل من اللي انت عايزه لسه. لا عملناها 2050 لاكس. طب كويس، هي المينيمم 1750. هايل. بعدين التكييفات بايظه كلها، 6 كومبريسور بايظين، ركبنا 6 تكييفات. وبعدين عملنا 4 اوض، يعني عارف انت حدثت الاوض. نعم. هي كان الدكتور اشرف صبحي كتب لي رفع، موافق على رفع الكفاءه. نعم. من رفع الكفاءه كمان في اللي هو الكاميرات، بس ما ركبتش هتركب الايام دي يعني. نعم. دي اول حاجه. ثاني حاجه بقى، عشان تبدا الاوبريشن لازم يبقى فيه اوتيلات تبات فيها، ولازم يبقى فيه ترانسبورتيشن توصلك بالاوتيل للصاله. صحيح. فطيب احنا عايزين الشركه جت قدمت طالبه 1,000,000 مش عارف ايه، كويس؟ فعشان نرخصها دخلنا شركه اللي هي اقدر اقول اسمها ولا صح؟ لا ما هيبقى اعلان يا كابتن، بس دخلت شركه وخلاص. دخلت شركه اسمها بتاع اعمال. تمام. وداليا اللي هي داليا وميسه اللي هم ماسكين الشركه. تمام. دول من النادي الاهلي بتاع السباحه. طب حلو جدا يا كابتن. والله فهم ساعدونا مساعده جميله. نزلوا خفضوا الفلوس 55%. هاي. لو تتصور. يعني حضرتك عملت كل ده مع تخفيض كمان. تخفيض. اسمع بقى كمان، الشركه الثانيه اللي هي بتاعت الامن عايزين يحطوا 120 واحد امن في الصاله. قلت لهم ليه؟ انا مش عايز احمي 6 اكتوبر. فنزلنا من 3,000,000 ل 900,000. كل ده بقى انت بتقاتل. طبعا. وبعدين الاوتيلات بقى لازم تدفع فلوسها، فالشركه اللي بقول لك اللي جبتها بتاعت السياحه دي دفعنا لها 2,000,000 جنيه. اللي هو الدفعه الاولانيه. نعم. هي دفعت بقى. نعم. طبعا. نعم. بقى انت كنت واخد اوتيلات فخمه شويه. طبعا. عايزين ننزل 1,000,000، فروحنا اوتيل اللي هو ده يعني الاوتيل القديم اللي احنا بنحبه. فاهم ازاي؟ خد 5 فرق. خد 5 فرق هو واللي جنب بيت الانتاج الاعلامي عندكم. خد 5 فرق التاني. تمام. بقى عندك 3 فرق بس. صحيح.
وديتهم بقى مع بتوع مصر يعني اوتيل خلافت كده جنب مستشفى دار الفؤاد. بس خليني اقول لك يا كابتن ان برضو يعني وضع الدولة المصرية دلوقتي بمؤسساتها ببنيتها التحتية يعني ساعدك في الصعاب دي كلها، يعني ما فيش دولة تقدر تحل المشاكل دي، ولا طبعا مدير بطولة زي حضرتك يقدر يحل المشاكل دي في الوقت ده. انت بتحل المشاكل دي عشان انت عندك عدد صالات كويس. نعم. الحقيقه نعم. لكن نعم. بتبقى انت عارف في صالات مهمله طبعا يعني طبعا بتبقى محتاجه رفع كفاءه او مش مستعده. لو الاستاد موجود كان حل كل حاجه. طبعا طبعا طبعا. انت صالتين واخدين جنبيه، صاله رئيس ناصر، صاله اتحاد الشرطه، صاله الجيش، ففي 5 صالات في المحيط. نعم. لكن هناك في اكتوبر ما فيش غير الصالتين دول بس. صحيح. فالحمد لله انها مشيت. انا قعدت طبعا 6 اسابيع مقيم في الصاله اللي هي بتاعت الدكتور حسن مصطفى في اوتيل هنا، الاوتيل بتاع الاوتيل بتاع الصاله يعني. بتاع المجمع، ما هو ده مجمع كامل فيه اوتيل. اه اه اه. عليك. انت عارف طبعا مصطفى هدود، فانت بطل. طبعا مدير المجمع طبعا دكتور مصطفى هدود. اه حبيبي. اتعذب معايا هو وعمرو صلاح اللي هو الصندوق. تمام. والحمد لله قدرنا نمشي نحجز الاوبريشن كله، الاوتيلات والعربيات والفنادق. هايل. كويس. هايل. وبعدين بدانا ندور بقى السبونسر، كل واحد سبونسر يقول لك اصل انا كنت السنه اللي فاتت عامل موازنه اللي ما فيهاش البطوله. طبعا لانه جت فجاه. نعيط يعني ولا نعمل ايه؟ الحمد لله بقى اشتغلت الاذاعه، وفي شركه اللي هي بتاعت التلفزيون خدت البث التلفزيوني. كنا نعم. $200,000 للاتحاد الافريقي، فاهم ازاي؟ فالحمد لله بدات تمشي بقى قبليها باسبوع. نعم. ما تعرف ان القرعه، انا عملت البروفه بتاعت القرعه الساعه 5 وعملت القرعه الساعه 7. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض. لا ده الكواليس دي كلها ما حدش يعرفها، خلي بالك يا كابتن. الناس شايفه البطوله ناجحه بس الناس ما تعرفش حجم الجهد المبذول خلف الكواليس. والله الحمد لله. بص بقى مثلا ايه الصاله الثانيه اللي هي بتاعت الإضاءة والأرضية والحاجات دي، عملنا الدايرة بتاعت السنتر كويس قبل بداية الماتشات، يعني الصبح كان الماتش الساعة 10 احنا عملناها الساعة 8 الصبح. بقول لك عذاب، اتعذبنا تماما بس الحمد لله. لا بس حضرتك قدها، وأحمد هشام سيسا هنا في الاستوديو بيمسي على حضرتك يا كابتن. ازي حضرتك يا كوتش؟ سيسا بقى ازيك يا سيسا، أخبارك إيه؟ أخبار حضرتك إيه؟ إيه رأيك يا أحمد؟ أحمد عمل بطولة حلوة يا كابتن. عمل بطولة حلوة. اه اه يعني المدرب ما كانش مركز. اه اه هو انا سمعت هو بيقول المدرب نقل النقلة. اه احنا اتنقلنا نقلة كويسة. في ديفيد جه الأول وبعدين بروندو. نعم. كان الأول تركيزهم كله انه يعمل سي في كويسة ويكسب. صحيح بطولات. صحيح. دلوقتي ديفيد مشي عشان برضه يمسك فرقة. نعم. التاني برضه براندو مسك فرقة في ألمانيا. مش مركز. صح. مش متفرج. مش متفرج يا كابتن. التركيز ده خسرنا احنا في بطولة في طوكيو، كان ممكن نطلع بالثلاثة الأوائل. صحيح. خسرنا ماتش في أسبانيا. نعم. في البحر الأبيض خسرنا ماتش أسبانيا برضه بعد كنا كسبين 5 أجوان. نعم. الماتشات هنا كنا هنخسر ماتش تونس، دول ستر ربنا. صحيح. 29-27. صحيح. صحيح. جيب في الاخر الحمد لله. لا هو جه وقت التغيير يا كابتن، هو وقت التغيير خلاص بقى، يعني جيل كويس موجود يجي مدير فني تاني. هو لو هو كمل يعني، هو لو قعد في مصر بقى يعني مثلا ايه سيسا، خد سيسا، لا انا عايز اللي هم اللي كانوا موجودين دول، واحد عي مشي من المعسكر جابوا سيسا. سيسا تألق وسبحان الله بقى هداف المنتخب. فاهم ازاي؟ المفروض هو يشوف الماتشات اللي هي بتاعت الدوري، ما شافهاش ماتشات اللعيبه اللي بره، فهو ما بيشوفش. نعم. هي دي المشكله الاساسيه. صحيح. طبعا هو لو هيقعد ال5 أشهر دول يبقى ان شاء الله نعمل نتيجه كويسه، هو مدرب كويس جدا. صح الله يا كابتن. هو التركيز بتاعه هو مش موجود. صحيح. ان شاء الله ان شاء الله يعني الخير كله جاي ان شاء الله يا كابتن محمد الالفي. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن، نورتني وشرفتنا يا كابتن. ربنا يخليك. متشكر يا كابتن، متشكر يا كابتن مصر. يمكن يعني زي ما كابتن محمد قال اللي يعني احنا ما كناش عايزين نقول، ان هو يعني للاسف هو يعني مش متفرغ، يعني باروندو ما شافش الماتشات الدوري فما قدرش يحكم، يعني انت الصدفه اللي خليتك الهداف يعني ده يمكن للاسف، ولكن انت لما خدت الفرصه والصدفه جت تشبتت بيها واثبتت كفاءتك. هو الحمد لله طبعا ربنا بيقول اسعى يا عبد وانا بسعى معاك. صحيح. وانا الحمد لله ربنا اما جات لي فرصه ربنا كرمني الحمد لله وقدرت امسك فيها. طيب قول لي انت يعني خلاص صفحه المنتخب قفلت، انت عارف احنا في نادي الاهلي على طول بطوله لبطوله بتضحك طبعا، وكان كابتن محمود الخطيب دايما اي لعيب لو المنتاليتي دي عنده اقفل بص على اللي جاي. عندنا ايه مع الاهلي الفتره الجايه عشان جمهور النادي الاهلي يبقى معانا؟ احنا عندنا بطولات كتير جدا يعني. قول لي. الاول احنا عندنا معسكر تدريبي، هنطلع معسكر بس لسه ما حددوش فين. مستر داني هنا في مصر؟
اول ما يجي، لسه ما جاش. اول ما يجي هنطلع معسكر ان شاء الله عشان الفرقه كلها تبقى مع بعض. ممتاز. عشان طبعا في لعيبه جديده، في معسكر خارجي ولا داخلي؟ لا خارجي المفروض. تمام. عارف ايه فين ولا لسه؟ لا لسه ما نعرفش التفاصيل. بعد كده عندنا بطوله السوبر المصري في الامارات شهر كام؟ دي في شهر 9. شهر 9 بعد كده وراها كاس عالم الانديه، وراها افريقيا. كاس عالم الانديه في شهر 9 برضو ولا 10؟ هو بين 9 و10، في يعني من شهر 9 لحد شهر 10 في ثلاث بطولات. بس كتواريخ انا الحقيقه لا ماشي، هنقولها بالترتيب. السوبر الافريقي، السوبر المصري، السوبر المصري المفروض افريقيا او كاس عالم. الاول مش عارف. كاس عالم الانديه هيبقى في السعوديه. والافريقيا هتبقى في تونس. في تونس دي هتبقى في شهر 10، انا قريت انها في شهر 10. فانت عندك من 9 و10 في الشهرين دول او 40 يوم دول ثلاث بطولات جامدين جدا، وبالذات كاس عالم الانديه ده فتحوها جامد قوي. يعني في معانا برشلونه، كيلسي بطل كاس اوروبا، ده غير فرق الاتحاد الدولي دخل فرق ما كانتش متأهلة اصلا. دي حقيقه. يعني كيلسي وبرشلونه دول هم ابطال دوري ابطال اوروبا السنه اللي فاتت، بيلعبوا الفاينل. تشيلسي ومين؟ كيلسي البولندي. كيلسي البولندي وبرشلونه. وبرشلونه الاثنين دول لعبوا فاينل. معاكم في المجموعه. معانا في المجموعه. ممتاز. فانت طبعا طالع لازم تبقى مستعد. احنا قدها النادي الاهلي، احنا ما عندناش اي مشكله خالص. اكيد المعسكر اللي احنا هنعمله ده هيجمع لعيبه مع بعض، هيحصل كيمستري اكتر، المدرب هياخد فرصته اكتر ان هو يحط السيستم بتاعه المناسب يعني، وان شاء الله نعمل حاجه مشرفه باذن الله. طيب جمهور النادي الاهلي دايما يعني كره اليد يعني مهتم بيها ومتابعها ومتابع اخبارها، شايف احنا الموسم اللي جاي مع المنافس اخبارنا ايه؟ شايف احنا رؤيتك كلاعب يعني، طبعا هي دي رياضه في الاول والاخر، ولكن انت كلاعب في النادي الاهلي بيبقى ليك رؤيه، شايف احنا السنه دي هنكون افضل ان شاء الله؟ ان شاء الله. انا شايف حتى الماتشات السنه اللي فاتت واللي قبلها برضو الماتشات كلها في الملعب. بالظبط. هو ساعات ماتش يخلص جون، ماتش تعادل، ماتش جون، كل الماتشات في الملعب. هو ان شاء الله ابتداء من مع المدرب الجديد، مع اللعيبه الجديده، مع المحترف الجديد، ان شاء الله يبقى فيه كيمستري كويسه، نقدر نعمل حاجه السنه الجايه باذن الله. طيب خلينا اتكلم عن بدايه الموسم ليك السنه اللي فاتت. يمكن ابتديت الموسم ما لعبتش كاس الكؤوس لان اتعرضت انت لاصابه في سمانه رجلك، وبتبقى حاجه مش لطيفه ان انت بدايه الموسم تتعور. دي حقيقه. والموضوع ده بيبقى محبط، انا بكلمك بامانه يعني محبط جدا. كلمنا عن الاصابه دي، وانت لما مشيت في كاس الكؤوس خدت علاجك ازاي؟ اتعالجت ازاي؟ ورجعت الملعب ازاي؟ وخاصه انه كان موسم ممتلئ بالماتشات الموسم ده او الموسم انت لعبته. كلمنا عن الاصابه وبدايتها وتعالجت ورجعت ازاي؟ انا كنت لسه بنعمل فتره الاعداد، بنتدرب، بنعمل تدريبات، بنعمل ماتشات وديه، كان لسه لعيبه المنتخب اللي كانوا في الاولمبيكس جيم كان لسه ما رجعوش. نعم. فكنا بنعمل ماتشات وديه وكده، جت في ماتش ودي حصل السمانه لقيتها شكه كده بسيطه، ما ركزتش معاها شويه، قلت اكمل. جيت قبل السفر باسبوع رجلي مش قادر احركها. طبعا السمانه بتشيل الجسم. قلت للدكتور ساعتها دكتور محمد ابراهيم، قلت له في 1 2 3 عملنا سونار، طلع عندي زي تاكل في العضلات. تاكل ده مزق جامد. مزق قوي. لعبت عليه وكنت بلعب عليه وانا مش واخد بالي. بالظبط. فاللي خلاني ما اقدرش اسافر ان هو الدكتور قال لي في خطر، لو لا قدر الله لو سافرت ممكن يحصل قطع جامد. قطع ده هخش في عمليه، وهنخش في عمليه وهنخش في فتره طويله. فانا الاحسن ان انت ما تسافرش. انا طبعا دي كانت صدمه ليا ان اول بطوله ان الدكتور بيقول لي انت مش مسافر، فكانت صدمه ليا. بس الحمد لله قلت قدر الله ما شاء فعل. اكيد عليك فيها قد ايه دي؟ دي قعدت فيها من تقريبا من 3 اسابيع على شهر. شهر. ولما رجع بقى الفريق بكاس الكؤوس انضميت لهم. كنت انا انضميت، كان ساعتها ماتش السوبر الافريقي. نعم. وراه على طول. انا كنتش يعني تقريبا جاهز بنسبه 60%، بس طبعا كابتن طارق كان ساعتها حاطيني في السكور عشان الماتش مهم وكده، بس ما شاركتش خالص لان لو كنت شاركت كان ممكن الاصابه برضو ايه تتدهور اكتر. طب وخلال الموسم هل تعرضت لاصابات ثانيه؟ هل يعني برضو دي كواليس مع الناس شايفاك بتلعب بس ممكن ما تبقاش سليم انت طول الموسم يعني، هل في حاجه ضايقتك؟ هل كان في اصابات مضايقاك؟ الحمد لله ما فيش اصابات قعدتني كتير، الا بس يعني اللي هي الخبطات كدمات يعني خبطات. حتى وانا في النيجر خدت خبطه جامده في ماتش، جالي ارتجاج واتنقلت على المستشفى. قولي عليك ساعتها وطمنونا الحمد لله. بس الحمد لله يعني جت سليمه.
هو كاصابات قويه لا الحمد لله ما حصلش يعني غير طيب كلمني بصراحه انت بعد البطوله اللي عملتها مع المنتخب دي ورحت بحر المتوسط في فرقه كلمتك حد كلمك قال لك تعالى اوروبا بتاع لا لا لغايه دلوقتي ما فيش عرض رسمي يعني بس هو بيبقى كلام عادي لا كلام طيب يعني يا حد كلمك ايجنت مثلا قال لك تحب تلعب في النادي الفلاني لا والله المدرب السربي بتاع نادي صربيا بتاع المنتخب كان ماسك فرقه في صربيا كان بيتكلم معايا عايز يعرف التفاصيل قلت له والله انا تحت امر النادي الاهلي انا لسه عقدي مكمل مع النادي ما اقدرش ارد عليك في اي حاجه من دول نعم بس طيب انت يعني طموحاتك ايه انت كام سنه الاولى انا 24 ما شاء الله صغير طيب انت نفسك تحقق ايه مع النادي الاهلي والله انا اهم بطوله عندي بجد والله كاس عالم الانديه دي حلم لاي لعيب في العالم طبعا مش لعيب حتى مصري او اي حاجه حلم لاي لعيب دي هتدي دفعه قويه جدا طبعًا. جدا جدا لينا السيزون ده صحيح. طبعا بطوله الدوري دي مهمه جدا عندنا وده هو ده الدافع الاساسي ان شاء الله باذن الله البطوله دي هتبقى للنادي الاهلي وطبعا بطوله افريقيا لان كانت افريقيا اللي فاتت واللي قبلها اتلغت بسبب الكورونا ما كانتش بتتعب ابطال الدوري فالثلاث بطولات دول اهم ثلاث بطولات طبعا واي بطوله هنخشها طبعا هتبقى مهمه بس انت بتتكلم على الكريزه يعني البطولات اللي هي بتبقى بالذات كاس عالم الانديه دي اما تحصل على مركز من اول او ثاني او ثالث او حتى رابع وسط العمالقه دول فده شرف كبير جدا شرف كبير اكيد ان شاء الله طيب احنا في بدايه الحلقه كنا اتكلمنا على اصغر لاعب خد البطوله يعني كاس امم افريقيا اللي فاتت كان اصغر لاعب خدها كان مهاب سعيد وهو خدها بالظبط 19 سنه و6 شهور كان الرقم محفوظ لاحمد الاحمر يمكن احمد الاحمر كابتن نادي الزمالك طبعا كان خد مع منتخب مصر البطوله دي وهو عنده 20 سنه كاصغر لاعب في التاريخ ولكن نجح مهاب سعيد كلاعب صاعد واعد اهلاوي انه يشارك مع المنتخب وانه كمان يحصل عليه البطوله وهو بسن 19 سنه و6 شهور معانا مهاب سعيد يعني عبر الهاتف اهلا بيك يا مهاب طبعا مبروك على البطوله ومبروك ان انت بقيت اصغر لاعب كمان خدت البطوله دي مبارك حضرتك ربنا يخليك طب مهاب قول لي يمكن انت كنت طبعا ضفنا هنا كتير واتكلمنا مع بعض ما شاء الله انت في تقدم كبير جدا في مستواك يعني يمكن كلمني عن مستر باروندو المدير الفني عن علاقتك معاه وازاي كان الحوار في الهاند بول يعني هو كان دايما بينصحك بايه او كان دايما شايف فيك ايه والله هو اول ما اتجمعت معاهم يعني كنت مركز ان انا احاول ابقى موجود وسط المجموعه وما ابقاش بعيد عنهم لان انا هم خدوا شغل كتير في اخر كام سنه هو كان معاهم نعم وانا كنت بحاول ابقى مركز كل كلمه هو بيقولها وبقعد مع اللعيبه اسمع منهم في الملعب وايه الحاجات المطلوبه وكده عشان احاول على قد ما اقدر اعوض اللي فاتني وهو كان كل كلامه معايا في الملعب اللي هو التحركات التكتيك الحاجات ديت انا لازم اكون مركز في الحاجات دي والحمد لله يعني هو اداني الثقه وانا الحمد لله يعني قدرت امسك الفرصه دي طبعا زي ما بيقولوا بس الحمد لله يعني ربنا كرمك طب قول لي يا مهاب يعني شايف يعني انت طبعا النادي الاهلي انت تاخد راحه دلوقتي وترجعوا على المعسكر وبالمناسبه احمد هشام بيمسي عليك هنا في الاستوديو ويعني حبيبي ايوه دي صح ازيك يا هوبا انت قول لي انت اتبسطت لما احمد هشام خد هداف المنتخب؟ طبعا ديزا ده شخصية محترمة طبعا هو عارف انا بحبه قد ايه يعني وكانت بأمانة يعني عارف ساعات بيبقى المكافأة الربانية بتبقى أحلى يعني ساعات تتعرض لظلم أو يعني مش عايزين نقول ظلم يعني وجهة نظر فنية ما بتبقاش ظلم ولكن بتلاقي نفسك يعني ولما بتجي لك الفرصة بيروح كرم ربنا جاي من واسع زي ما بيقول من أكتر الناس اللي في المنتخب أو الأكتر الناس اللي أنا شفتها في حياتي هي مجتهدة نعم وعشان كده ربنا كفه وهو بصراحة شخصية محترمة جدا مع ان فرق السن بيني وما بينه مثلا بتاع 6 سنين بس هو بيتعامل معايا كاني واحد صاحبه عادي بنهزر مع بعض عادي يعني هو شخصيه جميله بصراحه طب قول لي يا مهاب انت يعني السنه دي مع النادي الاهلي بقى طبعا عندكم كنت لسه بكلم احمد هشام من شهر 9 ل 10 عندنا 3 بطولات جامدين جدا كاس السوبر المصري في الامارات بطوله كاس العالم للانديه هتبقى في السعوديه وهنطلع بعد كده على تونس بطوله افريقيا شايف احنا النادي الاهلي السنه دي شكلنا ايه؟ هل احنا افضل من السنه اللي فاتت؟ خبراتنا زادت، خبرات اللعيبه زادت، شايف الوضع ازاي يا مهاب؟ والله هو النادي دلوقتي بيفكر بطريقه ثانيه خالص ودي حاجه كويسه وحاطط بلان كويسه ان هو عايز ياخد كل البطولات السنه دي وانا شايف ان احنا قادرين نعمل دوت بالعناصر اللي موجوده ومع المدرب الجديد اللي كمل وجايبين مدعمين الفرقه بعناصر كويسه
فانا شايف ان احنا نقدر ان شاء الله يعني. ان شاء الله ان شاء الله يعني. وخلي بالك جمهور الاهلي متابعك كويس يا مهاب. يعني بحاول والله اعمل اللي اقدر عليه عشان اكون عند حسن ظنهم يعني. ان شاء الله هم مستنيين منك الكتير. مهاب سعيد نجم منتخب مصر لكره اليد، بشكرك شكرا جزيلا. طيب خلينا نطلع احنا على السوشيال ميديا نشوف كده احمد الجمهور كاتب لك ايه وقايل لك ايه. خلينا نشوف كده، اعرضوا علينا يا جماعه جمهور نادي الاهلي قايل ايه لاحمد هشام على مواقع التواصل. طيب خلينا نشوف اول يعني اول كومنت. الف مليون مبروك. خلينا الف مليون بطل ودايما في نجاح. طبعا ده الكومنت الاول. محمود بيقول لك الجناح الطائر سيسا نجم النجوم يعني. نرمين بتقول لك الف مليون مبروك يا بطل ودايما في نجاح ودايما بتبهرنا بادائك الرائع. عندنا كريم بيقول لك مبروك يا هداف. عندنا سلام احسن جناح شمال في افريقيا كلها وهداف المنتخب المصري عالمي اقسم بالله. عمر احمد بيقول لك بالتوفيق ليك يا بطل وعايز اسالك تعرف مين من لعيب الاهلي في كره القدم؟ النجوم كلهم. كلهم طبعا نجوم طبعا. ربنا يكرمنا ان شاء الله بكره. ان شاء الله بكره باذن الله ونكسب يا رب ونحتفل هنا ان شاء الله بالكاس. طيب عندنا حاجه ثانيه يا جماعه؟ عندنا طبعا كومنت انت مين بيقول لاعب متالق جدا ممكن نشوفك في تجربه احتراف قريبا. طيب اسيبك بقى ترد على السؤال ده. والله حلم اي حد طبعا يحترف، بس الحلم الاكبر ان الواحد هنا جوه النادي الاهلي في بطولات مهمه عمري ما لعبتها، فانا شرف كبير ليا ان انا موجود جوه منظومه النادي الاهلي، ونفسي اعمل سي في قوي جدا 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 بجد مليان بالبطولات دي كلها في النادي الاهلي. خلي بالك انت يعني لما مهاب جه في التليفون قال لك انا اكتر لاعب شفته مجتهد، وعلى فكره باين عليك في الملعب كده. انا لما قابلتك حتى في الكواليس قبل الحلقه قلت لك انا كنت فرحان لان انا بحب اللاعب المجتهد. ف يعني واضح من تفكيرك واسلوبك ان انت عارف انت عايز ايه. انت عايز الاول احقق نفسي مع النادي الاهلي وبعد كده اهلا بالاحتراف لما يجي وقت ما يجي. اكيد طبعا وجودي في النادي الاهلي ده احتراف اصلا يعني. ان نادي بيلعب كاس عالم انديه هلعب قصاد برشلونه، ما انا لو احترفت برضه نفس الحكايه هتلعب قصاد الفرقه دي. فالواحد لازم يعمل سي في قوي جدا 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 مع النادي اللي ليه خير عليه. خبره طبعا مع اللي خير عليه طبعًا. طبعا عشان انا طبعا من ناشئين النادي الاهلي، جبتها من المدارس لحد الدرجه الاولى. ناشئين صرف اللي هو طالع يعني من تحت. من تحت واخد النادي الاهلي من تحت. فلازم الاول واحد يعمل سي في قوي جدا 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 مع النادي الاهلي، وان شاء الله لو ليا نصيب في الاحتراف يبقى ربنا يكرم باذن الله. طيب يعني يمكن مستر داني مدير فني النادي الاهلي حضرت معاه يعني، ما هو جه مع يعني اتمرنت معاه فتره طويله مش قليله يعني، وكسبنا مع بعض السوبر يعني. طب انت شايف يعني ايه اللي بيميزه؟ يعني شايف ايه الجديد اللي قدمه لكم داني مستر داني فتره قصيره؟ انا بيعجبني في الكوتش داني حاجات. اول ما جه كان هو الراجل جه على بطوله السوبر المصري قبليها بيومين ثلاثه. نعم. فطبيعي المدرب مش هيلحق يحط سيستم خالص. بس اللي عجبني ان هو حط تفاصيل صغيره تعدينا الثلاث ماتشات دول، وبعد كده طلعنا على المعسكر في المغرب عشان نتدرب صبح وليل، يعرف الفرقه اكتر، يشوف اللعيبه اكتر، يعرف كل تفصيل عن اللعيبه. حط سيستم، حط سيستم في الهجوم، بقى لينا شكل في الهجوم، لينا شكل في الدفاع. فده ادانا دفعه قويه في ماتش السوبر الافريقي وكاس الكوس حتى. بيتعامل معاكم سيكولوجيا ازاي؟ بيتعامل معاكم نفسيا ازاي؟ هل مثلا هو لا مدرب من النوع العصبي شويه؟ لا مدرب هادي؟ في مدربين بيحبوا يتكلموا ثنائيات وثلاثيات زي كابتن الجولة الله يرحمه كده، كان يجيب اثنين لعيبه يكلمهم، يجيب لعيب يكلمه، يجيب خط الدفاع يكلمه، يجيب المهاجمين، يجيب الدايره. هل بيعمل معاكم كده ولا الموضوع شكل فورمال زي اي مدرب عادي؟ لا خالص، هو اي لعيب هو علاقته كويسه جدا مع كل اللعيبه يعني. ما فيش لعيب بيتضايق منه، ما فيش لعيب بيزعل منه. حتى لما بيجي ينتقد حد بينتقد حد بطريقه الهزار يعني عشان ما يزعلش منه. بيصلح غلطات كتير للعيبه على جنب الاول، يقعد يقول له انت عندك مشكله 1 2 3 4 هنشتغل على 1 2 3 4. فده مدرب بيحافظ على الروح بتاعه اللعيب عشان نفسيته وعشان مستواه مثلا. فاهم حاجه عنده للعيب نفسيا يبقى مرتاح معاه. دي حاجه جميله جدا، وده اللي فرق معاكم على فكره واللي عمل الطفره في وقت قصير. بس دايما يعني اعزائي المشاهدين دايما يقولوا ايه؟ يقولوا الجينات. يعني الجينات دايما غالبه الكلام ده، او يقول لك يعني مثلا اصل اللعيب ده ابن فلان اللعيب اللي كان نجم. جينات، هي جينات. هي مش موضوع ان ده لا، هي جينات. بالمناسبه احمد هشام سيسه جده نجم كبير كلاعب وكمدرب الاثنين، وجده
واكيد خد منه الجينات. معانا عبر الهاتف كابتن سيد امين جد احمد هشام سيسه واحد نجوم طبعا كره اليد. اهلا بك يا كابتن سيد. كابتن سيد سامعني؟ انا فاهم. ازيك يا كابتن؟ اخبار حضرتك ايه؟ لا سامعك يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير طبعا. يعني مكسب احمد هشام حفيدك بطولة افريقيا وانه خد هداف المنتخب اكيد دي حاجه اسعدتك يا كابتن سيد. اكيد الحمد لله ربنا يوفقه دايما. طب قول لي يا كابتن اتفضل يا كابتن اتفضل. هو بيأدي في التمرين زي المباريات ما شاء الله. طب قول لي يا كابتن كان نصيحتك ليه اكيد وحضرتك واحمد وهو صغير كنت بتروح معاه التمرين حالك زي حال كل الاجداد يعني. كنت بتنصحه بايه دايما يا كابتن؟ فكرني كده. انا بنصحه طبعا كلام المدرب ده، المدرب كلام كانه دستور. نعم. اسمعه بينفذ. نعم. وفي التمرين بيأدي كانه مباراه. نعم. التمرين عنده كانه بيلعب مباراه ما بيهزرش. ودي ميزه فيه الحقيقه. حقيقي. طب كابتن سيد تفتكر لاحمد هشام ماتش لعبه وهو صغير حضرتك حضرت له وكان متألق فيه جامد؟ في هو صغير. حتى بعد ما كسب قلع التيشيرت وقلع وجري وهو صغير ميني. في الميني ده كان لسه صغير خالص. نزلت له الملعب يا كابتن سيد؟ 7 سنين. نزلت له الملعب بعد الماتش؟ طبعا حبيبي. اعزم الولد ولد الولد يا كابتن سيد. اكيد الحمد لله. طب يا كابتن على الهوا كده يعني تحب تنصحه بايه؟ على الهوا كده لايف قدام يعني. انصحه يلتزم بالمدرب يسمع كلامه في كل حاجه ويأدي التمرين كانه ماشي بالظبط. نعم. وده سره على فكره. انه عنده سرعات لازم صحيح يطوعها للفرقه نفسها كلها. صحيح. طب انت يا كابتن فرحان بمنتخب مصر يا كابتن سيد؟ اكيد فرحان بيه يعني فرحان بالاداء والشكل بتاع منتخب مصر طبعا. أكيد. طبعا طبعا احنا كنا على اعصابنا في ماتش تونس. نعم السكور قريب قوي من بعضه بس الحمد لله ربنا كرم الحمد. الحمد لله يا كابتن سيد. طبعا كابتن سيد امين نجم كره اليد وجد احمد هشام سيسه بشكرك يا كابتن سيد واتمنى لحضرتك كل الصحه والسعاده يا كابتن. يمكن يعني احساس حلو لما يبقى جدك يعني. انا بحب اشكره جدا وهو سبب اساسي في وجودي اصلا في النادي الاهلي. يعني هو من مؤسسين كره اليد في النادي الاهلي. طبعاً. هو اللي حطينا على البدايه في المدارس ومن المدارس للفريق الصغير ومن الفريق الصغير لفريق كبير. فبجد مهما اقول ومهما اعيد عمري ما اديله حقه لان هو بجد هو كان بالنسبه لي هو ايقونه كره اليد بالنسبه لي انا كسيسه. ربنا يديله الصحه. طيب يعني يمكن قول لي طيب يعني هو جدك من ناحيه والدك ولا والدتك؟ والدتك. طيب والدتك كانت بتلعب كره يد؟ لا كانت بتلعب باسكت وهي صغيره. والله يعني حاجه ثانيه غير كره اليد. طب ليه بقى انت توجهت لكره اليد؟ انا كاي طفل جربت العب كذا رياضه باسكت طايره كوره بس ما لقيتش نفسي في اي رياضه الحقيقه. جربت العب هاندبول حبيتها جدا. لان انا كان اول واحد كان دربني كان كابتن بعروشه كان بيلعبني بلاي ميكر فانا كانت عندي السرعه كانت كويسه فكنت بحب ان انا افضل اعدي واروح واجي فده اداني احساس كويس ان الرياضه دي حسيت ان هي بتناديني مناسبه ليك. وخلي بالك كابتن سيد قال كلمه حلوه قوي قال لك انت عندك سرعات لازم تطوعها. يعني هو عارف امكانياتك. يعني هو شافك كويس وعارف امكانياتك وفعلا انت سريع ما شاء الله. ربنا يخليك. يعني في الفاست بريك والموجه الاولى والثانيه وحتى وانت بتخلص اهدافك بس يعني احنا بنخض عليك انت بترمي نفسك جامد قوي يعني بجد. يعني انا في اوقات كثيره جدا وانت بتحط اهداف انا بقول يا ساتر استر يا ساتر استر. بتحدف نفسك بشكل يعني فيه فدائيه وبتحاول ترمي نفسك لقدام عشان تاخد زاويه تقدر تحط بيها الهدف بس بعديها بترتطم بالارض ارتطام شديد. شايف ده ايه؟ لا هو ده اسلوبي وانا صغير يعني متعود على كده بس هي بتيجي طبعا من حماس الماتش ومن حماس انا كاول بطوله ليا واي ماتش حتى بالنسبه لي بيبقى كلهم شبه بعض. ما عنديش ماتش ضعيف وماتش قوي. انا بحترم المنافس حتى لو المنافس ده اقل مني ب 20 مره لازم احترم المنافس واحترم الشخص اللي بيلعب قصادي فانا بطلع كل اللي عندي في اي ماتش يعني. عقليه محترمه فعلا بجد يعني بامانه. انا فاهم دلوقتي انا عرفت ليه بيقولوا انت راجل مجتهد او انا شايفك مجتهد لان انت فعلا عقليه محترفه. انا بلعب وبدي وخلاص. طب قول لي يعني خلينا نتكلم على موقف طريف يعني حاجه حصلت
سواء في البحر الابيض المتوسط، سواء في بطوله افريقيا، حاجه في الفرقه كده يعني حضرتك موقف كوميدي كده حصل او حاجه طريفه حصلت مع المنتخب؟ هو والله كل المواقف حتى الكواليس اللي بره المنتخب كلها ضحك، احنا حتى لعيبه الاهلي والزمالك لعيبه مع بعض بتضحك وبتهزر طبعا، يعني مصر. في الملعب حاجه طبعا، ده رياضه ودي ماتشات وانا لازم اكسب وانت لازم تكسب، بس بره الملعب احنا اصحاب. يعني عايز تقول ان الاهلي والزمالك يعني لعيبه المنتخب مع بعض زي السمنه على العسل؟ دي حقيقه والله، ما فيش الحساسيه دي جوه المنتخب، عشان لو في الحساسيه دي هتدي نتيجه عكسيه. نعم. مش هتدي صحيح. نتيجه كويسه في المنتخب. يعني انا افتكر موقف افريقيا اللي فاتت، كان دايما كابتن ابراهيم المصري كل ما يطلع وينزل في الاسانسير يعني بتكلم في التليفون، فبيقول يا ابني عندنا بطوله، يا ابني ركز معانا يا ابني. كنت بتكلم في الاسانسير ازاي؟ الشبكه كانت وحشه. لا مش في الاسانسير، يعني جنب الاسانسير كده، فهو فاكر انا بحب جديد وكده. يا ابني خليني اركز في البطوله، بتبقى حاجات طريفه. انا الحقيقه بشكر كابتن ابراهيم مصري بجد، يعني ايقونه الدفاع وايقونه مصر كلها، عمل بطوله حلوه طبعا. هو مش اول بطوله بجد والله، ما شاء الله بطولات وتاريخ مع النادي الاهلي وبطولات وتاريخ مع مصر كلها، فبجد بحب اوجه الشكر ليه، لان هو دايما عامل زي السبورت ليا، هو وكابتن كريم هنداوي وكابتن علي زين وكابتن احمد الاحمر وكل الكباتن الكبار والله. اكيد كلهم دعم ليا حتى. اكيد. اعزائي المشاهدين، خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع نجم منتخب مصر والنادي الاهلي احمد هشام سيسا، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وتقليدنا اللي احنا دايما محافظين عليه بنحتفل بابطالنا وتكريمهم بيكون في بيتهم هنا في قناه النادي الاهلي، وتكريم احمد هشام سيسا. طبعا عايز اقول لكم ان كنا عايزين كل يعني افراد المنتخب النادي الاهلي يكونوا معانا، ولكن طبعا كلهم سافروا الساحل يعني بامانه، يعني وده حقهم، لانه طبعا هم من اول من 3-4 شهور معسكرين، فكلهم سافروا الساحل طبعا عشان يعني ياخدوا وقت، عايزين يشوفوا البحر بس قبل ما يرجعوا تاني على معسكر النادي الاهلي، صح ولا انا غلطان؟ فاكيد طبعا انتوا يعني الناس فاكره الرياضي مرفه، ولا بس الرياضي حارب نفسه من حاجات كتير. احنا اصلا لما زي ما قلت لحضرتك احنا اتجمعنا بعد ما السيزون خلص باسبوع او اسبوع ونص، ما العيد الكبير ما عيدناش، حتى العيد الصغير ما عيدناش، كنا ساعتها مع النادي فما حدش خد اجازه. عذاب اليم طبعا الاجتماعات، فطبعا بعد ما خلصت البطوله بقى كان كل الواحد عايز يلحق يطلع في اي حته، كده ساحل على طول ثلاث يعني لو طلعوا يقعدوا 3 شهور بس. طبعا خليني اقول لك ان ده مطلوب، يعني مطلوب اللاعب يفصل خالص. اكيد طبعا، حتى في اوروبا كده، اوروبا بعد ما خلصوا دوري ابطال اوروبا كل لعيب طبعا بياخد الراحه بتاعته عشان يقدر يكمل بعد كده. صحيح، عشان يبقى في استشفاء وجسمه يرجع طبيعي عشان ما يلحمش موسم في الثاني. بس الحقيقه بيبقى حلو ان انت واخد بطوله ومريح، خلي بالك من دي. اكيد طبعا، يعني ما انت ممكن تريح وانت بعد لا قدر الله زعلان ومضايق، بتبقى حلوه وتبقى انت قاعد مبسوط وحاسس ان انت عملت انجاز. فبطوله زي دي الحقيقه اكيد حاجه كبيره ان انت فرحت مصر كلها. طب قول لي، يعني يمكن سياده الرئيس نزل طبعا اشاده بالاداء المنتخب ولاعيبته، يعني ده وقع عليكم ايه؟ انا طبعا بحب اشكر جدا جدا سياده الوزير علي الوزير اشرف صبحي، كان موجود في الافتتاح وكان موجود في كذا ماتش. نعم. حتى النهائي، والدكتور طبعا معالي الوزير دكتور اشرف مقبولي معالي الوزير مع دوله رئيس الوزراء طبعا، كان مدعم لينا كل الدعم كبير. والدكتور كان لعيب يد على فكره، والدكتور حسن مصطفى ده كان مدعم لينا دعم رهيب، والدكتور حسن مصطفى، كلهم كانوا في دعم كبير، والاتحاد كله ومصر كلها والجماهير. وبعد البطوله لما ينزل اشاده من سياده الرئيس بتبقى حاجه كويسه. طيب خلينا نقطع التورته لان خلاص احنا وقتنا قرب، تعالى بقى كده انت، ايوه هات بقى انت في الصوره فين، انت عارف نفسك. فانزل بقى كده على طول، ايوه كده، الف مبروك يعني، ربنا يكرمك وان شاء الله موفق مع المنتخب، موفق مع النادي الاهلي، ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا بجد والله على الحلقه وعلى التورته وعلى التقدير ده والله بجد. بشكرك، انت تستاهل كل خير بجد والله، ربنا يشكرك. اعزائي المشاهدين، ده كان احتفالنا مع احمد هشام سيسا، واحمد مندوب عن كل لعيبه منتخب مصر، هو هداف المنتخب برصيد 19 نقطه، ان شاء الله ننتظر منه المزيد. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده وبطل جديد مع الابطال.